أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، ونحييكم بأجمل وأطيب تحية رياضية وحلقة جديدة من البرنامج الرياضي أهل رياضة. وفي مستهل حلقة اليوم دعونا نرحب وإياكم بضيف حلقة اليوم السيد يوسف سبيط مصاروي مدير استاد الطيبة البلدي. مساء الخير. مساء الخير إبراهيم ولجميع المشاهدين. الجمهور الطيباء بعد يوم الجمعة يحلم بعد عامين بلقاء سخنين هنا في ملعب واستاد الطيب، يمكن ذلك؟ يمكن ذلك طبعا، فريق الطيب بينافس بقوة للدرجة الممتازة، طبعا نتأمل انه باخر المطاف انه يحقق الهدف ويصعد للدرجة الممتازة، ومش حلم، الطيبة كانت في الدرجة العليا وان شاء الله ستعود. ولكن الجمهور يوم الجمعة أشعل النيران الطيبوية الرياضية الكروية، وكانت أجواء خاصة. جمهور الطيبة معروف بعاداته الكبيرة، طبعا أنت رافقتنا برضو أخ إبراهيم في 2008-2009 بصعود فريق أبناء الطيبة، بصعود تاريخي من الدرجة الثانية للأولى، وكانوا يرافقنا ما يقارب 2000 مشجع وأكثر من ذلك. واليوم طبعا بنشوف ان المدرجات استاد الطيبه مليئه في المباراه البيتيه والمباراه الخارجيه. ما دمنا تحدثنا عن الديربي الذي يمكن ان يكون بعد عامين، وطبعا الجمهور الطيبي الكل ينتظر مثل هذه الاجواء، نكون اعزائي المشاهدين حيث تتجه انظار عشاق المستديره في الوسط العربي مساء اليوم الاحد بعد اقل من ساعه، استاد جرين في نوف اجليل للقاء التاريخي المرتقب الديربي العربي بين فريقي مكابي الريني واتحاد أبناء سخنين. هذا اللقاء الذي انتظره جمهور الوسط العربي سنوات طويلة. لنشاهد وإياكم أعزائي المشاهدين ما يقوله مروان كبا لاعب اتحاد أبناء سخنين ومدرب مكابي الريني شارون ميمر عشية هذا اللقاء. عندنا مباراة صعبة ضد إخواتنا من الريني، احنا جاهزين كثير لهي المباراة، تمرنا بشكل جدي، نتأمل انه نكمل من لعبة مكابي تل أبيب في الأداء الممتاز ونحوز على 3 نقاط بعد هاي المباراة، وان شاء الله بتكون مباراة رائعة من كلا الطرفين، ومنحافظ على علاقتنا الجيدة مع اخوتنا من الريني، وإن شاء الله بعد المباراة بنتأمل النجاح. إحنا مبسوطين في نجاحهم، وإن شاء الله بتكون مباراة بتليق في الوسط العربي. כמו שאמרת, אנחנו אחרי הפסד להפועל תל אביב, משחק שלא שיחקנו טוב, לא הגנתית, לא התקפית, לדעתי גם לא באנו מספיק בגישה טובה, ולכן הפסדנו. סכנין היא קבוצה ברמה של 3-4 בליגה הזאת, עם סגל שחקנים איכותי מאוד שרץ כבר שנתיים רצוף, אחד המשחקים הקשים בליגה. נצטרך קודם כל לשנות גישה, להבין שאנחנו צריכים להרים את הרמה שלנו יותר ממה שעשינו נגד הפועל תל אביב, ולחזור לעשות מה שעשינו במשחקים לפני, כי הוכחנו שאנחנו יכולים לו. אין ספק שאנחנו, אם נבוא בגישה נכונה, אנחנו יכולים לבוא לתת פייט לסכנין ולהוציא גם תוצאה טובה. כרגע עדיין אחמד עבד לא חזר, כל השאר עומדים מרשותי. אמרתי, סכנין מבחינתי זה קבוצה עם סגל למקומות 3-4 לא פחות, כי יש שם שחקנים בכירים מאוד איכותיים עם ניסיון גדול בליגה הזאת, יש שם שחקני נבחרת, זרים מצוינים. זאת קבוצה מאוד חזקה בליגה שלנו, ונצטרך לבוא באמת דרוכים לעשות את הדברים בצורה הכי מדויקת שאפשר והכי מחויבת שאפשר, כדי באמת לתת שם פייט ולצאת גם עם תוצאה טובה במשחק. קודם כל אני שמח לשמוע שיהיה פה אצטדיון כמעט מלא או מלא, זה מראה שריינה בדרך הנכונה, אני מראה שהאוהדים מעריכים את מה שעושים בריינה, למרות ההפסד בהפועל תל אביב, ריינה עד עכשיו עושה עונה טובה, נקווה שבאמת נבוא מחר ונעשה משחק טוב שהאוהדים ייהנו מאיתנו, ונקווה גם לתוצאה טובה שנשמח ביחד. סכנין היא בקו עלייה משנה שעברה, כמו שאמרתי, נבנתה שם קבוצה טובה עם תוצאות טובות. אני שמח שמחר יהיה פה משחק עם אנרגיות טובות של קהל. לא חושב שיש פה, אמנם זה דרבי של המגזר, אבל אני חושב שיש כבוד בין שתי הקבוצות ואין פה דם רע, ככה שיהיה משחק.
شارون ميمر يشيد بمستوى الفريق السخنيني. شارون ميمر يتحدث عن سخنين أكثر من الريني. طبعا شارون ميمر درب اتحاد ابناء سخنين، بس انا بقول لك عامل الخبره راح يكون له دور كبير اليوم في المباراه. طبعا نتامل انها تكون مباراه احتفاليه كرنفاليه، وانا كمشجع للفريقين بتامل نجاح للفريقين. الا تبقى مشجع اكثر لفريق احد الفرق، انه اكثر بالنسبه لك؟ طلع سخنين فريق عريق، فريق الوسط العربي اللي صار له مثبت طبعا اكثر من 10 سنين في الدرجه العليا. نتأمل أن الرين تثبت أقدامها في الدرجة العليا، لكن مباراة صعبة. سخنين حسب رأيي عالق أخرى مرة، الخبرة والتجربة راح يكون لها دور كبير في هذه المباراة. نبقى مع الديربي العربي المرتقب لنشاهد وإياكم أعزائي المشاهدين رأي عدد من الجمهور العربي وتصوراته لهذا اللقاء. أحمد زحالك، أولا نريد أن نسألك شعورك كان بالديربي العرب الريني سخنين، ديربي منذ سنوات طويلة، ديربي تاريخي، توقعاتك للمباراة وين راح تشاهدها؟ أنا راح أشاهدها في 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 البيت، راح أشاهدها مع 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 الأصدقاء وأصحاب كلياتنا، نقعد نشاهد المباراة. أنا بفكر راح تكون مباراة في مستوى عالي بين فريقين، فريق سخنين فريق الريني، فريقنا عزيزات عربيات. احنا ان شاء الله نتمنى اول شيء ان يكون السلام ويكون مودي بين فريقين، وان شاء الله اللي بيغلب واللي بيجيب النقاط الف الف مبروك له. لازم نتحلى، اهم شيء نتحلى بالروح الرياضيه العاليه بين الفريقين ان شاء الله. مع مين انت؟ انا من سنين طويله بشجع اتحاد ابناء سخنين، بس برضه من ناحيه ثانيه بتمنى التوفيق لاخواننا الرين ان شاء الله، بالتوفيق وبالنجاح. توقعاتك شو راح تكون النتيجه؟ النتيجه راح تكون 2-1 لسخنين. الثنائي ربيع عسلي وإلى المصالحة، دائما نتابعكم متابعين ومشجعين لفريق اتحاد ابناء سخنين في المباريات البيتيه والخارجيه. اولا حبيت اسالكم وين يوم الاحد راح تكونوا؟ ان شاء الله يوم الاحد راح انا اشارك انا واخي صديقي ربيع عسلي، نروح على نوفا جليل لسيره عليت، نشوف الملعب، نشاهد المباراه بين سخنين والريني، ديربي العربي، ديربي تاريخي ان شاء الله. كل سنه راح نشاهد هذا الديربي، وفريق الريني والسخنين يضلهم بالدرجه العليا ان شاء الله رب العالمين. توقعاتك؟ المظبوط، احنا مشجع سخنين والريني، ان شاء الله انه الفريقين يتعادلوا. وانا الصراحه قبل اسبوعين كنت بلعبه الريني ضد مكابي حيفا، شاهدت المباراه، واذا الفريق فريق الريناوي بيلعب كيف لعب ضد مكابي حيفا راح تكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله للفريق الريني. شو رايك اول المباراه؟ مباراه في قمه الروعه، بتجمع فريقين اشقاء، ان شاء الله اهم شيء الروح الرياضيه بتسود على كل مباراه، وبتوقع انها تكون مباراه متعادله، هيك احنا بترضي الفريقين وبترضي كل الوسط العربي. وانت شو بدك؟ انت مشجع سخنين؟ انا بشجع سخنين صراحه، لانه سخنين فريق قديم في الدرجه العليا، يعني كل زي اللي صار عندنا انتماء للفريق السخنيني، مش مهم منين انت. اما بالنسبه لهي اللعبه بالذات بتامل تعادل. وبشكل عام توقعاتك للفريقين هذا الموسم في دوري الدرجه العليا؟ توقعات سخنين ان شاء الله بصف محلات 1-4، الريني الهدف يعني ممكن بطوله 1-4 يعني بليف عليون يعني ان شاء الله. الريني ان شاء الله الهدف تاعهم اعتقد انهم يضلهم بالليغا، وان شاء الله انه ربنا بيوفقهم بهذا الشيء. هلال توقعاتك للفريقين هذا الموسم؟ ان شاء الله سخنين يكونوا بالبليف عليون، والريني ان شاء الله يكونوا بوسط اللائحه، وان شاء الله يضلهم بالدرجه العليا، والسنه الجايه يصير عندهم كيلو زي ترقب في الشارع العربي الكروي عشية اللقاء الديربي بين السخنين والريني. أخي يوسف، أخيرا توقعاتك نتيجة؟ حسب قلت لك حسب رأيي الخبرة راح يكون لها دور، فوز الاتحاد ابناء سخنين. فوز الاتحاد ابناء سخنين، مع أني بتمنى طبعا أن تكون نتيجة عادلة للفريقين. شارون ميمر أشاد قال أنه سخنين حسب الكادر السنة 3-4 يعني. شارون ميمر يدرب سخنين، بيعرف شو سخنين وعارف شو هذا الفريق السخنين. هل أنت أيضا تؤمن بأن ممكن لسخنين أن سخنين تكون مرتبة ثالثة؟ سخنين ستكون له كلمة قوية في هاي السنة في الدوري، وأنا حسب رأيي راح يكون في المراتب من أو من الأولى للرابعة. وبالتأكيد نتمنى التوفيق للفريقين مكابي الريني واتحاد أبناء سخنين، ونتمنى لعشاق المستديرة متابعة مباراة جميلة ومميزة. من دوري الأضواء نتحول إياكم لدوري الدرجة الممتازة.
فريق مكابي خائن ناصرة عاد لمسار الانتصارات حين فاز 2-0 على فريق أبو علا العفولة ليصعد من على الخط الأحمر. لنشاهد تصريحات ماهر حامد رئيس إدارة الأخضر النصراوي وما قاله لبرنامج هلا رياضة. اللي شاف مباريات اللعبة شاف انه اليوم الاخر اجى عشان يفوز بهاي المباراة، كانت مباراة كثير صعبة. الوضع اللي احنا كنا فيه 4 مباريات خسرهن عمليا، كل الفريق فات الضغط، الادارة، الشبروش، اللاعبين، المدرب. الحمد لله رب العالمين اليوم جبنا نتيجة منيحة، اللي شوي شوي بنشوف حالنا احنا فوق. احنا عينا اسا بس على مباراة ام الفحم، ان شاء الله انه نجيب فيها نتيجة منيحة، وفريق الاخاء محله فوق مش محله تحت. شفنا اليوم فريق مغاير تماما ابو المجد عرض ملعب من ناحيه الاداء، الانتشار، القوه، الحماس. شو اللي غير عن باقي المباريات؟ انا بفكر محمود كليه الحظ بهذا الفريق، يعني بتصل لكثير فرص اللي ما بتسجل اهداف. عمليا انا بامن بهذا الشيء انه اللي بخطي فرص كتير راح تلف المباريات وتسجل الأهداف. لما أنت بتخطي كتير فرص عمليا أنت بتلعب منيح، واللي بيشوفوا اللعب تبعتنا كلاتنا كنا نأدي أداء ممتاز، ولكن كلت الحظ وكلت الفرص ما كلت الحظ أكتر اللي ما كناش نفوز بهاي المباراة. وعمليا كرة القدم مبنية على أخطاء، مرات المدافع المتأخر غلطة من هون غلطة من هون بتوكل. فريق أبوعيل أم الفحم واصل صحوته حين فاز 2-0 على فريق نوف هجليل ليحقق فوزه الثالث هذا الموسم وليحسن مكانته في الترتيب العام بالدوري. لنشاهد ما قاله أدم هادية مدرب فريق أبوعيل أم الفحم بعد الفوز المستحق على نوف هجليل. الحمد لله رب العالمين، الفريق قدر يعمل انتصار كتير كتير مهم. الكل بيعرف التغيير اللي صار بالفريق من ناحية الأداء، ولكن الأداء ما ترجمش لنتائج اللي احنا بحاجة لإلها، اللي هي 3 نقاط وجمع النقاط. أفكر إنه فوز اليوم ثمين جدا ضد فريق اللي هو عنيد لعب ببيته. الحمد لله قدرنا نسجل هدفين وما نستقبلش ولا هدف. أفكر الفوز اليوم بيعطي كتير روح معنوية للاعبين والثقة، وطبعا ببعث الفرحه للجمهور اللي احنا بحاجه نشوف الجمهور كيف دعم وشجع اليوم في المباراه. جمهورنا هو الرقم الصعب، نهديهن هذا الفوز وان شاء الله نستمر من فوز لفوز، لانه الفريق بكفيش الاداء، لازم النتائج كمان تيجي. افكر انه ان شاء الله كمان راح نبحث على المباراه القادمه نقدر نجيب منها انتصار لا بديل، اللي الفريق يقدر يتثبت بجمع نقاط بمستوى اللي يليق في. أما فريق النادي الرياضي كفر قاسم فقد خسر بالنتيجة 0-2 أمام بلدي طبرية، ليزداد وضعه حرجا في قاع اللائحة، واليوم رئيس الإدارة يقدم استقالته من الفريق. أخي يوسف، على ما يبدو الأوضاع ليست على ما يرام في الفريق القسموي. سبحان غير الأحوال، فريق كفر قاسم كان قاب قوسين أو أدنى من الدرجة العليا، أضاع ضربة جزاء 11 متر في الثواني الأخيرة من المباراة ضد كفار سابا وما صعدش للدرجة العليا. حسب رأيك هذه الخسارة؟ طبعا خسارة قاسية جدا. انت تخيلها، انا كنت اداري وعارف شو معنى انه الفريق يخسر في الدقيقة، مش يخسر طبعا، ما يسجلش هدف ويصعد لدرجة عليا، يعني هذا حلم كان كل الوسط العربي. 35 سنة اخ يوسف وانت في العمل الميداني الاداري والرياضي، يعني ما هي الاسباب التي قد يمكن ان تسبب لرئيس ادارة لإدارة تقديم استقالته؟ طبعا الجمهور او الناس بيشوفوا من برا انه رئيس اداره او انه يقود فريق خصوصا في الوسط العربي حمل ثقيل جدا، يعني صعب البني ادم يتحمله. انا متاكد انه اداره كفر قاسم وكل ادارات في الوسط العربي بتدفع من جيابها قاعده على اساس ترفع اسم بلدها عاليه. اليوم الوضع صعب جدا من ناحيه مادية، طلبات اللعيبه كثيره جدا، مبالغ طائله تدفع بهاي الدرجات. انا متاكد انه الضرب القاسي انه كفر قاسم ما صعدوش لدرجه العليا في الثواني الاخيره في العام الماضي كان لها اثر كبير 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 في وجود فريق كفر قاسم اليوم في القاع. ناسف انه فريق زي كفر قاسم فريق عريق
انه طبعا اذا بضل يمكن ان يستفيق حسب رايك. طب في المجال طبعا في عالم كره القدم في معهم وقت، في معهم انهم يصلحوا الاخطاء، اما الوضع عندهم اذا بشدوش حالهم هسه في الوقت الهذا الوضع طبعا بنشوف الدرجه الممتاز درجه مجنون، يعني احتمال تخدم مرتبه اخيره، تغلب لعبه لعبتين تسند في قمه اللائحه. بتامل انه فريق كفر قاسم يصحى، نتامل من الاداره ورئيس الاداره العدول عن قراره ورجوعه، انه يدفع بهاي السفينه، وانه كل الجمهور يلتف بهذا الوقت ما فريق كفر قاسم، عشان فريق كفر قاسم بيستحق انه يكون في الدرجه الممتازه. اليوم الديربي مثل ما حكينا في البدايه غير سخنين، ولكن الديربي الاقوى الكل يرشح انه سيكون اقوى الاسبوع القادم، ام الفحم خان ناصري. ام الفحم في استفاقه طبعا بعد ما انه اليوم بيقود المسيره المدرب القدير ادهم هاديه، راح يلعب ضد فريق بلده، ضد فريق بلده مباراه انا بقول لك صعبه جدا. اخاء الناصره وضعهم طبعا برضه مش مريح، صح فازوا في المباراه الاخيره، بدايه السنه كانت غير موفقه، بنتامل طبعا انها تسود اهم شيء الروح الرياضيه بهاي المباراه وصحتين للفائز. مع كل الاحترام لدوري الدرجه الممتازه، ولكن النار والمنافسه هي بالدرجه الاولى، في الدرجه الاولى في المنطقه الشماليه، الشماليه مولع مولع على عشان هيك اعزائي المشاهدين نتحول واياكم لدوري الدرجه الاولى المنطقه الشماليه، والتي تواصل تقديم الاثاره والمنافسه القويه. فريق شباب كفر قنا حافظ على صدارة الدوري حين فاز بالنتيجة 2-0 في القرن على فريق أبو عيل البعيني. أما في المباراة المركزية فقد فاز فريق شباب الطيبة 2-1 على فريق أبو عيل باقي الغربية في مباراة قمة بكل معنى الكلمة. لنشاهد وإياكم تصريحات سمير عبد الحي قائد شباب الطيبة ومدرب فريق أبو عيل باقي الغربية كاسي الملك. هي طبعا الفوز هام جدا لفريق شباب الطيبي على فريق ابو عيد الغربيه، اولا تعقيبك على نتيجه المباراه. ولا شيء، الحمد لله رب العالمين انه قدرنا نغلب هيك مباراه اللي هي مباراه جدا صعبه ضد فريق اللي هو جدا صعب، بلش السنه برجل يمين فريق باكا، هو فريق قوي وعنيد، بنظري ان قدرنا نغلب فريق زي هيك ها بدل على انه احنا فريق منيح وفريق قوي. أول شيء من هان بستغل هاي المنصة وبشكر عن جد اللاعب رقم 12 اللي هو الجمهور اللي بيجي معنا في كل لعبة، بدعمنا في كل لعبة، ظهرنا بشجعنا، عن جد هذا إشي مش مفهوم ضمنا، وإن شاء الله ما منخذلهم ومنكمل في طريق الانتصارات. كبير عبد الحي، الملاحظ أنه أكثر من 2000 مشاهد اليوم كانوا في المدرجات، يعني بيعتقد أنه ستعيدون البسمة لفريق الطيبة يعني لمدينة الطيبة. ان شاء الله احنا كلنا من قبل هيك ومن كل اخرى مره فريق الطيبه وبلد الطيبه وجمهور الطيبه بيستحق فريق في الدرجه الممتازه، لانه جمهور زي هيك بتلاقيش زيه في ولا اي فريق في الدرجه الاولى ولا حتى في الدرجه الممتازه، فبتمنى انه ما نخذلهمش وانه السنه نعمل اللي علينا احنا ككادر وكاداره وكفريق ونقدر انه نطلع على الدرجه الممتازه ان شاء الله. كلهم بغوش كشف وصحي كدور رجل بجانب مشتاخ دشه وزي مجرش جام مود بيتي، חבורה של צעירים שלנו שבאה, עבדה, נהדר, הייתה מצוינת. משחק מאוד שקול. עד המחצית השנייה אדום לדעתי ופנדל לא מוצדק. פנדל יכול להיות, אבל אדום מאוד מיותר של השופט. אין מה לעשות. 10 שחקנים דווקא, מה שאני גאה בחבר שלי, שהם היו נהדרים. פשוט שיחקו נהדר ב10 שחקנים, לא ויתרו, נלחמו. ניסינו דרך טקטיקה לשמור קצת על התוצאה ולקראת הסוף לעלות עוד 3 חלוצים ונסות להשוות, ללכת על כל הקופה. פחות עבד. فوز صعب ولكنه أجمل الانتصارات لفريق طيب 2-1 على فريق أبو عيل باكا الغربية، من تأخر إلى فوز 2-1. طبعا تأخر فريق شباب الطيبة في بداية المباراة في الدقيقة 16، ولكن اللي كان بالنتيجة 1-1 في الدقيقة الأخيرة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، إنه كانت نتيجة 1-1 وصعد الفريق في الشوط الثاني، سجل برضه بدقيقة قاتلة من ضربة جزاء 11 متر وبعد لاعب من باكا في الدقيقة 55، هذا كان له أثر كبير على طبعا. أنا بقول لك إنه جمهور الطيبة كل فريق من هسه، أنا بقول لك كل فريق بيلعب في الطيبة مش راح يطلع بنقاط، عشان جمهور الطيبه هو جمهور الوسط العربي، جمهور رقم 1 بيكون جمهور رقم 12، اللاعب رقم 12، اللاعب رقم 12 ومكان 2001 في الملعب. طلع انا بقول لك صعب سبب نجاح شباب الطيبه
الأول والأخير هو جمهور الطيبة اللي بحضر المباراة البيتية والخارجية في كميات كبيرة جدا. أسامي الميرخ مدرب باكا بعتبك كل قرضية الملعب مش كل كده. طلع هاي فرصة إني أنا أتوجه لجمهور الطيبة وأتوجه لكل إنسان هو أرضية الملعب. أرضية الملعب أو ليش صحيح اللي بيقولوا أسامي الميرخ؟ طبعا مش بالصورة اللي هو بيصورها، بس أنا بدي أقول لك شو السبب إن أرضية الملعب موجودة بهذا الوضع. إنه ملعب الطيبة، استاد الطيبة، هو ملعب للدوري لكل فرق الطيبة لأقسام الشبيبة، وملعب أيضا بتدربوا عليه كل الفرق الموجودة في الطيبة، الكبار شباب الطيبة، الكبار أبناء الطيبة، قسم الشبيبة في أبناء الطيبة، وبيلعبوا شغال على مدار 24 ساعة ومئات. وهذا السبب الوحيد إنه الملعب ببين هيك. فأنا من هنا كمدير الملعب طبعا بإعاز من رئيس البلدية الأخ شعاع مسار ومنصور ببشر جمهور الطيبة إنه أخرج مناقصة لبناء ملعب بالعشب الاصطناعي، ملعب تدريبات المحاذي للملعب البلدي، وب 25/11 إحنا سنقوم بزرع الملعب في العشب الأخضر. فبنوعد إن الجمهور إن شاء الله الشتوي إن شاء الله إنه هاي المشكلة راح تنحل. أما السبب الأول والرئيسي هو إنه بيقدرش يكون ملعب تدريبات وملعب للمباريات. من هذه البشرة لعشاق المستديرة وكرة القدم والرياضة في الطيبة نخرج وإياكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات إلى فاصل ونعود ونواصل برنامج هلا رياضة. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مجددا، ونكمل واياكم برنامجنا الرياضي هلا رياضه، ونكون مع دوري الدرجه الاولى المنطقه الشماليه، حيث فاز فريق رعنانا 1-0 على فريق ابو علي الكوكب لينجح في التقدم اكثر واكثر في الترتيب العام لدوري الدرجه الاولى. تعالوا بنا اولا لنشاهد هذا اللقاء مع لاعب ابو علي رعنانا محمد عواودي ابن بلده كفر كنا. عواودي اللاعب الكناوي لاعب فريق ابو عين رعنانا، اولا تقييمك للمباراه، فوز مهم في مباراه صعبه. احنا اول شيء بتنقيد كفاءه مش منيحه، بس الحمد لله بنرجع بنجيب 3 نقاط بالبيت، ان شاء الله بنكمل بهي الطريق نكمل بنجيب النقاط. تقييمك لهذه المباراه والاداء اليوم؟ بقدر اقول لك ما وصلناش كثير متسابقين، كثير فرص، بس الحمد لله قلت لك اخذنا 3 نقاط، هذا اهم شيء باللعب. وهنالك مسؤولية كبيرة عليك في قيادة الفريق للعودة إلى الدرجة الممتازة. كيف أنت قلت الهدف هون بهالفريق هو أنه نرجع للدرجة الممتازة، وإحنا إن شاء الله رح نعمل هاي الشغلة، نشتغل من لعبة للعبة، نعفوت كشي زي ما بيقولوا، إن شاء الله بنسيق أنت ما ترى. ولكن صعب في ظل المنافسة الكبيرة مع فرق كثيرة وعديدة تعززت. درجة أولى مش هينة، درجة أولى كثير صعبة. بس زي ما قلت لك نكمل نعفوت كشيء. مدرب فريق ابو عين رعنانا فقد اكد ان المنافسه ستكون قويه على بطاقه الصعود، وان فريقه سيعمل جاهدا لتحقيق هدفه بالصعود. لنشاهد ما قاله مدرب ابو عين رعنانا عيدان برؤون لبرنامج هلا رياضه. هون مأمن رعنانا اخي طيب، انت كيمتا مسحك اليوم مسحك كشين نتحون حشوب بخلط مسحك كشين وانا قد كبوצה طوبة كبوצה مؤمنت كبوצה يكشت كبوצה שלא סתם נמצאת איפה שנמצאת בטבלה. חושב שחצי ראשון היה טוב מאוד שלנו, שעדנו במשחק, ידענו המון מצבים. חצי שני הטיפה הלכנו אחורה, חושב שמוקדם מדי, גם בגלל שאנחנו בתקופה פחות טובה וקצת הביטחון ירד, אבל גם יצרנו מצבים בחצי השני, שחון חשוב מאוד. שאלה באמת חשובה, רציתי לשאול אותך, אתם משחקים טוב, מצוין, מגיעים להרבה מצבים, אבל לפעמים התוצאות לא כל כך טובות, האם זה בגלל הלחץ שהכוונה לעלות ליגה? קודם כל אני מסכים איתך, יש לחץ, אבל השחקנים צריכים להבין שזה לחץ חיובי, אנחנו קבוצה שרוצה לעלות ליגה וצרנו שאנחנו רוצים לעלות ליגה, אז הלחץ קיים. בחודש האחרון, כמו שציינת, הדברים פחות הולכים לטובתנו, אני מקווה שדברים ישתנו עכשיו. איך היית רואה את ההתמודדות בליגה א'? כולם אומרים שליגה משוגעת. ליגה משוגעת, ליגה קשה. אני חושב שהשנה זו ליגה גם מאוד איכותית. שנים עברו היה קבוצה שתיים שהיו רצות, פה יש מספר קבוצות שנראות טוב, משחקות טוב, השקיעו גם תקציבים גדולים. ליגה ברמה גבוהה מאוד.
אז העולה רק במחזור האחרון, תהיה לנדע. אני מקווה שלפני. عيدان بارون مدرب فريق أبو عرعنانا يقول بأن دوري الدرجة الأولى سيكون صعبا ومنافسة قوية، بتوافقوا الرأي؟ طبعا عدة فرق راح تنافس للصعود للدرجة الممتازة، نشوف فريق شباب الطيبة، بنشوف فريق شفا عمر، كوكب فريق قوي، رعنانا فريق قوي، كفركان شباب ركان اللي الطيرة ما نحكمش عليهم ساعة بدر الحكم على الطيرة وننساش ولكن الطير بقول احنا رايحين لا بس العبد التيتي صرح عده مرات انه الفريق سينافس للدرجه الممتازه هل الكادر طبعا يسمع؟ بعد قياده المدرب بعد تبديل المدرب وقياده المدرب اليوم اللي بقود تدريب فريق الطير اللي هو المدرب محمد عوضي اللي له قسط كبير في نجاح الطيره وشفناه منهم فازوا في الدرجه الممتازه على فريق يافا في مباراه الكاس وطبعا نتمنى النجاح لفريق الطيره ولكل الفرق العربيه وللمدرب بالاخص المدرب صاحبي وصديقي محمد عوضي. قادر الطيري ان يكون بين القسم العلوي بين الفرق حسب رايك بالكادر الموجود مع العلم انه كان فرق بالسنتين طبعا كلنا شفنا الخلاف اللي صار بين الاخ عبد التيتي والدكتور سماره هذا اثر شوي على مسيره الفريق بتامل من ناحيه ماديات من ناحيه ماديات طبعا وتنساش انه الطير اليوم فيش عندها ملعب اللي بجهزه قاعدين بملعب لدرجات اعلى وهذا يكون له تأثير على فريق الطيرة فاجأك رعنانا حتى اليوم بمردوده المتواضع يعني أنا الصراحة رغم أنه نزل من الدوري الدرجة الممتازة أنا حسب رأيي رعنانا إذا بضل بهاي المستوى مش راح يكون من الفرق المنافسة إلى الدرجة الممتازة كون فريق شباب كفر كنا يعتمد بالأساس على كادر محلي من الشباب الناشئين هاي قوته؟ بقول لك سبب النجاح أنه فيش عندهم ضغط كفر كنا فيش لها جمهور كبير اعداد يعني زي ما كنا بتنعد على الاصابع ما صرحوش اول السنه انه احنا بدنا نصعد وفيش عليهم ضغط اما باقي الفرق اللي بدها تصعد عندها زي ازيد فريق عنده ضغط طبعا اللي هو فريق شباب الطيبه اللي عنده كل هذا الجمهور بالشكل الكبير اللي بده بكل ثمن طبعا يصعد للدرجه الممتازه ونتامل بالنهايه انه فريق شباب الطيبه يصعد للدرجه الممتازه هذا امل ولكن اخ يوسف على كل تواضع يعني سلطه وجلطه ولك خبره وانت قرات كل الصوره الطيبه بقاء الغربية الرعنانة الهابط كفر كنا بدون ضغط أنا طبعا شهدت عدة مباريات لفريق شباب الطيبة لفريق رعنانة لفريق الطيري حسب رأيي اليوم المرشح الأقوى للصعود للدرجة الممتازة مش عشان أنا ابن الطيبة اللي هو فريق شباب الطيبة طبعا إلي من الوقت أما شباب الطيبة فريق مجهز من ناحية لاعبين من ناحية إدارة من ناحية جمهور إنه يكون طبعا الجمهور له عامل كبير في نجاح فريق شباب الطيبة قلت لك هذا الإشي كل فريق بيجي على الطيبة أو خارج الطيبة طبعا لما فريق شباب الطيبة يخرج خارج بلده ويلعب مباراة خارجية بنلاقي إنه الجمهور بأعداد كبيرة طب هذا حتى في المباراة على بعيني حتى المباراة الخارجية نتأمل طبعا إنه زي ما قلت بآخر المطاف إنه الفريق عربي يصعد وطبعا إنه فريق شباب الطيبة يكون كون أعداد الجماهير بشكل عام بكل جميع الملاعب بأغلب الملاعب جمهور محدود وكون جماهير غفيرة ترافق الطيبة في المباريات الخارجية هل هذا يؤدي إلى تحويل المباريات الخارجية إلى بيتي أيضا لفريق الطيبة؟ طبعا هذا الإشي ملاحظ وانت قلت انه في البعينة او مش بعينة جمهور الطيبة بيرافق الفريق لو تكون المباراة في إيلات راح يرافق الفريق في كميات كبيرة وهذا قلت لك له دور كبير انه يحفز اللعيب ويحفز الإدارة ويحفز كل الموجودين في هاي المباراة انه طبعا النصر يكون حليف الفريق الطيباوي في المباريات نتحول أعزائي المشاهدين والمشاهدات لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ما حيث حافظ فريق اتحاد أبناء كفر قارع الطامح بالصعود لمستوى الدرجة الأولى على صدارة دوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ما وذلك بعد أن فاز ظهر يوم الجمعة الفائت بالنتيجة 3-0 على فريق صندلة قلبوة وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن لدوري الدرجة الثانية لنشاهد وإياكم تصريحات عبيدة طه ومحمد صبري عقل لاعبي اتحاد كفر قرع بعد الفوز المسجلون الثلاثة الأهداف ويتوسط ثلاثة اللاعبين عبيدة طه ثلاثة أهداف لكم فوز مهم أولا تحليلك للمباراة أول شيء بنرحب فيك وثاني شيء احنا بلعب اللعبة للعبة الحمد لله قاعدين نتحسب اللعبة للعبة وبلعب كل لعبة بلعبتها والحمد لله رب العالمين قاعدين بتحسب من صعوبة المباراة يعني كانت مباراة صعبة حققتم فوز عريض 3-0 بالنسبة لنا كل لعبة صعبة
لو محل اخير لو محل ثاني محل اول ليش برجع للعيبه وللاداره كمان للمدرب احنا ايد واحده كل الفريق الحمد لله رب العالمين الصعود باخر السنه حكيت لكم ايد واحده يعني اللاعبين من الشمال من الجنوب من كفر قارع عارة اكيد حدثنا عن الاجواء بين اللاعبين اجواء كثير حلوه بالتمرين كمان الحمد لله رب العالمين كلياتنا ايد واحده والكل بحب الثاني والحمد لله رب العالمين يعني مثلا كونك لاعب مجرب يعني كيف ينعكس مثل هذا التعاون والعلاقات الجيدة والأجواء الممتازة على أداء اللاعبين وعلى النتائج شغل المدرب والإدارة طبعا أكيد مهم طبعا جدا. نعم لما بيشتغلوا كل أيضا سجلت اليوم انت هدف حدثنا عن الأجواء وانعكاسها الإيجابي على النتائج وتحقيق الانتصارات الحمد لله أول شيء على الهدف بشكل شخصي وعلى الفوز بشكل جماعي للفريق الكل شاف اليوم احنا بنستحق هذا الفوز اشتغلنا كل الاسبوع مع محمد صماره مع المدرب اشتغلنا بشكل جيد وحققنا الاشي طبعا على الملعب اليوم وبكنا لازم نخلص اللعب اكثر من ثلاث اما الحمد لله احنا اهم اشي الثلاث نقاط عندنا واليوم حافظتم على الصداره نحافظ على الصداره احنا من الاسبوع اللي مرق احنا بالصداره المحل الاول واليوم حافظنا على الصداره وان شاء الله باللعبات القادمه نستمر بالفوز عشان نحافظ على الصداره لهدف الصعود محمد صبري عقلي يشيد بالتعاون ما بين الطاقم المهني والاداري واللاعبين اخي يوسف كيف ينعكس ذلك على ارضيه الملعب طبعا ان المدرب التراوي اللي بيدرب اليوم كفر قرع هو مدرب محمد صماره المدرب التراوي هناك لاعبين من الشمال من عدة بلدان وقصدت أن أسأله عن العلاقة طبعاً العلاقة والأجواء والدم كلها غرفة الملابس لها دور كبير في نجاح الفريق وأنا طبعاً يعني كونك 35 عاماً في المجال الرياضي كيف ينعكس ذلك على مردود اللاعبين من خلال التعاون ما بين الطاقم الإداري والمهني واللاعبين أنا قلت لك أنا بعرف المدرب محمد صمارة شخصي أنا متأكد أنه من اللعيبة وسر نجاح كفر قرع هو وجود مدرب قدير مثل محمد صمارة وغرفة ملابس نظيفة اللي اللعيب بحب أخوه قادر محمد صمارة أن يقود كفر قرع اللي الصعود لطالما حلم به الجمهور القرعوي أنا حسب رأيي أنه طبعا في عدة فرق بتنافس اللي منها مكابي من الفحم و سنكون مع المفهم هذا قليل من الفحم بيسان بس بقول لك درجة ثانية ليست أقل درجة ثانية درجة قوية جدا بس أنا إن شاء الله متأمل لكل الفرق في الوسط العربي أنها تصعد لدرجات أعلى بس كفر قرع ستكون له كلمة قوية في هاي الدورة عماد عمري رئيس إدارة فريق صندل قلبوع فقد أكد أن هدف الفريق هو البقاء ومنح اللاعبين الناشئين في اللعب واكتساب الخبرة في ظل فقدان الإمكانيات الكافية للفريق لنشاهد وإياكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات تصريح عماد عمري لقناة أهلا الفضائية ثلاثة أمام كفر قرع أولا تقييمك للمباراة رغم أنه 3-0 كنتم منافس جيد لفريق كفر قرع نعم إحنا نملك فريق من لاعبين شباب أغلبه كنا منافسين في الدقائق الأخيرة شفنا أنه كفر قرع أحرز هدفين بتأمل في المستقبل الأمور تتحسن ونقدر نتطور ونغلب في مباريات أخرى السنة احنا نواجه صعوبات معينة احنا ان شاء الله قد هاي الصعوبات ونقدر نتغلب عليها ما بقدر اخبي ان الظروف والاوضاع اللي في الفريق مر فيها اخر سنتين اخر موسمين كان المجلس الذي لا يدعم نهائيا وانا من هون بتوجه لرئيس المجلس السيد عبد النور انه يستفيق الفريق الوحيد في القلبوع اليوم اللي بيقدر يعطي هاي الحضور الحلو والجميل لازم يفيق ويجي يشوف الملاعب ويشوف انه اللاعبين هاي بتحتاج الدعم والفريق هذا بيحتاج الدعم اتمنى في المستقبل القريب انه نقدر نعزز الفريق في لاعب او اثنين اللي نقدر نصعد في اللائحه نحو مراتب متقدمه اكثر ان شاء الله هدفنا وسط لائحة البقاء في الدرجة الثانية إن شاء الله ونمثل مجتمعنا وكرانا بشكل عماد عمري يتمنى النجاح لفريقه ومنح الفرصة للكوادر الناشئين أخ عماد يعاني من الفقدان المادي وفي نفس الوقت يعني نشير فقط انضمام دكتور وليد مرة واللاعب السابق أحمد زحارقة لطاقم الإدارة في فريق كفر قرع يعني من جهة هناك دعم لإدارة كفر قرع وهناك الأخ عمري يعني يعاني من الفقدان المادي كيف ذلك يؤدد على يعني على مردود الفريق أنا بقول لك حسب رأيي للأسف اليوم المبالغ اللي تدفع في الدرجة الثانية والدرجة الأولى هي مبالغ طائلة
انا ضد هذا الشيء، مع ان انا مين المسؤول يعني؟ طلع المسؤول طبعا الاداره في الاخر، المسؤول عن المبالغ اللي تدفع للاعبين، اجور عاليه جدا. بنشوف لاعبين بدرجه ممتازه بينزلوا يلعبوا في الدرجه الاولى لسبب واحد وحيد، اجل المال، بس المال، بس المال. طبعا كإداري انا طبعا برضه بكيت، غلطت في عده امور، وبنصح الادارات انه اصحوا، انه فعلا اليوم يعني في انا بقول لك مثلا عندنا اليوم فريق ابناء الطيبه هبط الى الدرجه الثالثه. اليوم احنا بنعتمد على كادر اداره الفريق الجديد اللي استلمت الفريق، اللي هو الاخ عماد جباره ابو علي والاخ محمود والاخ محمد. اليوم بيعتمدوا على كادر محلي صرف من لاعبي الطيبه، اليوم بيحتلوا المرتبه يعني الاولى. افهم منك في السطر الاخير يعني انت بتقول اعتمدوا على اللاعبين المحليين، اعطوهم الفرصه بدل يعني كل بلد وبلد كل بدل لازم او كل قسم شبيبه عندك اساس اللي تعتمد عليه. بتقدر قديش بدك تضلك تدفع مبالغ طائله، قديش بدك تضلك تجيب لاعبين تعزيز، قديش وقديش وقديش. بتامل طبعا من كل الادارات العربيه انه تصحى، وشفنا عده فرق في انها اختفت عن الخارطه الرياضيه بسبب المبالغ الطائله اللي كانت تدفعها. بسبب المبالغ ولا بسبب سوء الاداري؟ حسب راي المبالغ. انا بقول لك يعطي العافيه لكل بصراحة. انا بقول لك بصراحه يعطي العافيه وكلمة شكر لكل إدارة بيشتغل فريق كرة قدم، عشان الحمل هناك كبير جدا جدا. واسأل مجرب ولا تسأل طبيب. نبقى في دوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية باء، حيث صعد فريق شباب أم الفحم إلى المرتبة الثانية في الترتيب العام لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية باء، وذلك بعد فوزه عصر يوم الجمعة 1-0 على فريق أبو عيل بيتان، وذلك في المباراة المركزية لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية باء الأسبوع الثامن، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب بيسان البلدي. لنشاهد الثنائي الفحماوي إسلام مواسي والقائد حمادة أنور بعد الفوز 1-0. إسلام مواسي في أول مباراة لك، هدف جميل عن بعد 25 متر طلبت مباراة. أول شيء الحمد لله على الفوز، ثاني شيء طبعاً اليوم كانت أول لعبي لي مع مكمل الفحيم، جيت على فريق إن شاء الله فريق اللي بده يطلع ليقة، وإن شاء الله إحنا من لعبة للعبة إن شاء الله من فوز لفوز ونحقق الحلم يعني إن شاء الله آخر السنة. هذا الهدف الجميل لمين تبتدي؟ إن شاء الله بأهدي لكل جمهور مكمل الفحيم، وإن شاء الله من مباراة لمباراة بنحقق الفوز ان شاء الله وبنحقق السعود ان شاء الله. حمادة أنور في مباراة قمة، فوز مستحق في مباراة صعبة، كابتن فريق الملفعم تقييمك للمباراة. اول شيء الحمد لله ثلاث نقاط بالاخر، 1-0 2-0 3-0، اهم شيء الثلاث نقاط بالاخر بيطلعوا على النتيجه، بيطلعوا شبكه اللعبه. احنا لعبنا لعبات اول السنه ملاح وكنا غالبين 2-0 وخسرنا، احنا بدنا نطلع بالثلاث نقاط مش مهم كيف نلعب. حماد انور يعني زلت وجبت في السنوات الاخيره في عده فرق وكنت للسعود، كيف هو الشعور ان تعود الى فريق ام الفحم وتلعب امام الجماهير من اجل بلدك؟ طبعا الواحد يلعب لبلده دائما شعور مميز، بحس عن جد انه بالدار. الحمد لله عندنا فريق مليح، يعني احب اذكر انه خمس لعبات مش مكلين ولا جول، فريق بدنا نطلع نيتنا الصعود وان شاء الله طلعنا مع ابو عيل ام الفحم وعده فرق بدنا هاي المره نعملها مع مكابي ام الفحم. وحبيت اسالك كونك لك خبره في مثل هذه المنافسات، ام الفحم كفر طرع بيسان تكرم المنافسه قويه هذا الموسم. طبعا منافسة قوية، في أكثر من فريق، أنت نسيت طيرة الكرمل، في عنا برضو فريق اللي أنا كثير شايف أنه راح يكون منافس هو مكابي إكسال، في عدة فرق هاي السنة. الفريق اللي بيكون عنده نفس، وطبعا الدوري طويل يعني مش لعبة ولا لعبتين، الفريق اللي بيكون عنده نفس هو اللي بيصعد. حمادة أنور يؤكد بأن المنافسة تكون صعبة صعبة في دوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية باء، إكسال، طيرة الكرمل، كفر قرع، أم الفحم، بيسان، منافسة أيضا شرسة مثل ما قالوا في دورة درجة ثانية المنطقة الشمالية. طلع الدرجة الثانية في كل المناطق نار، كان في الجنوب أو في الشمال دوري صعب جدا،
واللي بيصعد فعلا من هناك. انا طبعا كان لنا دور انه لما صعدنا من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى ولما صعدنا من الدرجه الثالثه للدرجه الثانيه، كل صعود هو صعب، كل صعود من اي درجه لاي درجه هو صعب، بس في دوري الدرجه ولكن الثانيه. ولكن عاده الاخ يوسف يعني والى الخبره بهالمجال يعني عاده كنا نرى فريق يعني كان دوري الدرجه الثانيه او الاولى او حتى الممتاز، ولكن يعني دوريات كلها مشتعله بالدرجه العليا الممتاز الاولى الثانيه الثالثه. طبعا الكل اليوم بحب انه يصعد، كل يطلع. اليوم صار عالم كره القدم هو تربيه ثقافه ازيد، فالكل اليوم بحاول نكون في المراتب هاي. نتامل طبعا في نهايه المطاف انه كل الفرق العربية تصعد لدرجات. عشان هيك نختم دورة الدرجة العليا، من سيكون البطل؟ مكابي حيفا. مش مكابي تل أبيب؟ مكابي حيفا. سخنين؟ سخنين سيكون في المراتب الأولى إن شاء الله. ممكن أن يأخذ بطاقة أوروبا؟ حسب رأيي، حسب الكادر الموجود عنده إن شاء الله. الدرجة ممتازة، ومن فحم ستصعد مع مكابي تحت قبة، أم هنالك علامات سؤال؟ إذا من فحم بتستمر بالاستفاقة ستصعد، وفريق جاهز مع جمهوره مع إدارته إنه يصعد للدرجة الممتازة. درجة أولى. بتمنى لشباب الطيبة الصعود للدرجة الممتازة. تمني، ولكن تحليلك وتوقعاتك. شباب الطيبة. كونك تباوي يعني. لا شباب الطيبة إن شاء الله. بكون فريق جيد ولا لا؟ فريق جيد، فريق شباب، جمهور ممتاز طبعا، جمهور زي الجمهور شباب، الجمهور الطيبة بيستحق انه يكون في درجات اعلى. يوسف سبيت مصاروي مدير استاد الطيبة البلدي، دائما نتمتع باستضافتك، شكرا لحضورك. شكرا لك وشكرا لجميع المشاهدين. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نأتي وإياكم إلى نهاية البرنامج. هذا هو إبراهيم أبو عطا يحييكم باسم أسرة البرنامج، حتى أن نلقاكم في مناسبات وبرامج رياضية لاحقة، تقبلوا منا أجمل التحيات والأمنيات، وإلى اللقاء.